فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد مع الأسف النصور الآن استعملها الكثيرون وإذا كثر الإمساس قل الإحساس وإلا فصور الحيوانات مما فيه روح لا يجوز كما هو مذهب الأئمة الأربعة مستدلين بالأحاديث الصحيحة مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم وقول أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يقول البعض أن هذه الأحاديث هي خاصة في تصوير ما له جسم وأما تصوير الليتوغرافي فهذا لا بأس به وهذا خطأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا ألا يدع صورة إلا طمسها وعلي بعث أبا الهياج كما في صحيح مسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته فقوله ألا تدع صورة إلا طمستها الطمس لا يكون إلا فيما لا ظل له وهو التصوير الشمسي أما التصوير الذي له جسم هذا ما يمكن طمسه لا بد من كسره الحاصل أن التصوير لا يجوز بكل حال وفي الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة وذكر الإمام النووي شرح مسلم أن المنع من التصوير هو قول الأئمة الأربعة وأشار إلى هذا ابن العربي المالكي وغيره فالتصوير لا يجوز إلا أن الناس استعملوا وكثر عندهم غير مبالين فما تجد مجلة ولا جريدة ولا تجد علبة إلا وفيها صورة ولهذا إذا كثر الإمساس قل الإحساس وإلا فالتصوير ممنوع شرعا والله أعلم.